أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبدون عبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب بك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير
خير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض أولو بقية ينأون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء
ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك بك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.